حاول انه يطير اليوم بالنقاط الثلاثة هو فريقه وهو موسى حجاج، وبالتالي يرفع رصيد النجم الى 25 كرة. صوايا بحطها للكوراني بالوسط. مباراة اليوم حتكون قناعته لموسى حجاج بضرورة وجود ماهر صبرة بقلب الدفاع الى جانب علي حمام، بكل تأكيد واحد من المدافعين المميزين، ايضا تواجده على الجهة اليسرى بيعطي اضافة للنجمة، شفناه باكثر مباراة من مباراة كان عم بيسجل الاهداف، ايضا كان عم بيصنع خاصة بمباراة طرابلس الهدف يلي صنعه ماهر صبرة بعد انطلاقه بالمرور، لكن بنهاية الامر علي عبود كان عم يقطعها، مهدي بيحاول السيطرة على الكرة، بعيدة لعند اندرو صوايا، اندرو من جديد، اندرو بيتقدم، اندرو بيدخل منطقة الجزاء، بيلعب بالعرض وعلي ظاهر بيحل الكرة، مرت امامه لحيدر عواضة، شوف الكرة بالاعادة، الكرة مع صوايا اللي لم الكرة بطريقة رائعة علي عبود ولعب الكرة علي ظاهر خلص الوقت، النجمة بيعرفوا انه هن التقدم ممكن يتقدموا 3-0 على الساحل بوقت، هناك كرة خطيرة رائعة جدا على التمريرة انما متسلل كان الكرة اللي مرت واللي ضاعت تضل مع الصوايا، اندرو بخليها بارض الملعب، بمر بطريقة رائعة، بمر بطريقة رائعة علي عبود، اخذوا جنب البحر شوي لما يخليهم يتحركوا بحرية، وبالتالي هذا الامر عم يسمح له انه يستعيد الكرة بوقت اللي بحسون عم يحاول يمر عن اندرو الصوايا، البحسون بيحمي كراته، ممتاز المراوغه من البحسون، اندرو عم يقاتل على الكره، شوفوا المواجهه، اندرو عم يكسبها، برافو يا اندرو، الكره الاماميه ملعوبه، يا الاخاء الاهلي عليه والذكاء طبعا بالتعامل مع المباراه ان كان من خلال الاستحواذ او ان كان من خلال الانتشار او ان كان من خلال تطبيق التعليمات يلي اعطيها فادي الكاخي، فعلا ترفع القبه على الاخاء الاهلي عليه بالطريقه يلي عم يلعب فيها على ارض الملعب. اما الاخاء اول فوز نطر لل 2012 ليفوز على النجمه 1-0 بحمدون، وقت اللي في كره عرضيه هون من حاتم عيد، السعدي والسيسي كل واحد منهم صنع خمس فرص، بوقت اللي حبيب الشويخ ايضا بالاختراقه، اندرو صوايا هالمره عم يتفوق عليه من ناحيه عن الهدف، طبعا المباراه الاهم يلي جمعت النجمه والاخاء بالعصر الحديث مع كره علي سلمان، عارضه شحنات يلي صارت، شوفوا عدنان ملحم هون هل كان في خطا، عدنان مر اندرو صوايا بالمواجهه هون مع عدنان ملحم، عم نشوف الاعاده مره جديده هاللقطه، اندرو صوايا لقطه جميله جدا وحركه دفاعيه رائعه جدا من اندرو صوايا، شوفوا التدخل النظيف من ظهير ايمن فريق النجمي كيف ابعد الكره، ما في اي خطا، الامور واضحه. حيدر مع اندرو صوايا، اندرو طويله باتجاه محمد قدوح، لكن موجود الكابتن والصخره الدفاعيه علي حمام ليمرر لاندرو صوايا بطريقه والاروع، عم بمر عن علي الحاج لكن بيستعيدها اندرو، بمرر كره للكاور، بياخذ الحلقه الفردي هون، يعني ليك نحن شفنا مش عم يفتح له المساحه، عم بيطلب من المهاجم يروح ليزت له الكره ليتخلص من الكره، كان دائما محمد حيدر يلعب بعرض الملعب يلاقي قدامه لاعب وسط ارتكاز يسند عليه، اليوم مش نور منصور ما عم يعطي 20 او 30% من مستواه. حاليا احمد الزراعي عم يلعب لعلي الحاج داخل منطقه الجزاء مع اندرو صوايا، عم بقول له بلال فليف الممنوع يا اندرو، بالفعل اندرو، ودخول حسن العنان وعمر الكردي وخليل بدر، فاذا محمود كعور خرج ايضا ادمان شحاده، خرج مهدي الزان، وخرج اللاعب خالد التكجي، اربع تبعد اربع اهداف عم تتساقط بمرمى لمصطفى مطر، النجمه عم يضرب بالاربعه لحد هالوقت، النجمه عم بيقدم مباراه ولا اروع، خلينا نتابع الدقائق القادمه. بالاضافه لشغله بدي اقول لك، ممكن نشوف هدف واحد لمحمود سبييني بيفصله عن صداره الهدفين، خمس اهداف الوسط ام بخط الدفاع ام ان كان بخط المقدمه، هذا اللي بنعرفه عن الكابتن عباس عطوه يلي عم بيعود هالموسم لبيته بالقلعه. اندرو صوايا عم يطلع على الجهه اليمنى، بمرر لعند خليل بدر، خليل بدر بعيدة للخلف لعند مهدي، اندرو صوايا الخبره بتلعب دورها، عم نشوف عباس عطوه، عم نشوف عباس عطوه شو عمل، اندرو صوايا عم ينطلق بهالكره، اندرو انطلاقاته جميله جدا، بمرر لخليل بدر لكن الكره ما عم توصل بشكل، وفضل عنتر هون، اندرو صوايا بيلعب الكرة للكوران، منيح خلال دقائق الشوط الثاني، اندرو كان حصل على بطاقة صفراء بالشوط الأول، اندرو بيلعب كرة باتجاه خليل بدر، وانتو مع اندرو بيلعب كرة بالعرض لكن عم لا ما بصيبها بالشكل المطلوب، بتروح عند اندرو صوايا، عم شوف محمود كعور عم يتحضر للدخول، اندرو بيعمل كنترول بعيدة للخلف للكوراني،
الكورونا حافظ على كرته مهدي عم بيخسرها. هيدا اللي عم نحكي عليه، لازم يتصرفوا بشكل اسرع لاعبين فريق النجمه باخراج الكره من منطقتهم. يعني هيدا الشيء السلبي اللي عم يتحضر بصفوف فريق البروج. اندرو صوايا، اندرو بمر بطريقه رائعه، بيتقدم لعند الكعور، مره جديده لاندرو، اندرو صوايا لمسه الاسد بالمنتخب الاولمبي. خمس لاعبين من النجمه عم يرجع لعلي حمام. علي حمام منه لعند علي السعدي، علي السعدي لاندرو صوايا، واحد من المواهب الرائعه بالدوري اللبناني. اندرو بيلعب الكره ممتازه، تناقل الكرات من النجمه لخليل بدر على جهه اليمنى، خليل بيختار بينطلق بيلعب الكره العرضيه، بيروح الى عند السيسي، سيسي منتصف الملعب مع مهدي الزين، مهدي منه للتكجي من اول لمسه، تناقل الكرات جيد للنجم، بترجع للتكجي من اندرو، اندرو بيلمح خليل بدر، خليل بدر بيلمح اندرو صوايا، ممتازين النجم في تناقل الكرات داخل منطقه الجزاء، ممكن تكمل، ممكن تكمل بهالجولات المقبله وبهالمباراه. عم يعمل اداء ممتاز فريق النجمه، يقرا بمرح مرمى سلام زغرتا، انطوان دويهي لا يتحمل ابدا مسؤوليه الثلاث اهداف يلي دخلوا مرمى. علي السعدي بيرجع بالكرة، يفضل انه يعيدها لمين؟ لمين؟ لا عند اندرو، شوف بأي طريقة بلما اندرو صوايا لاعب النجمة، جمهوره الكبير، النادي العريق، صاحب الامجاد والبطولات مع الكرة، لازم ينتبه اندرو بياخذها بطريقة رائعة للكرة. ولكن كنا شاهدناه قبل انطلاق المباراة عم يجري بعض التمارين الخفيفة حول الملعب. علي السبع الحارس الشاب المصاب بجائحة كورونا، بنتمنى له السلامة. أيضا علي يلي عم ينطلق بهالكرة الساحلية، الحمود، حمود معه الكعور بيحاول إيصالها لموفق الموسى، ولكن أندرو صوايا عم يتدخل، عم ينطلق بهجمة مرتدة نجموية. يلا يا أندرو، أندرو بانتظار السبليني، كان متسلل السبليني، أندرو بتابع طريقه، يعني أندرو ما وقف، أندرو بعد الكرة نجموية، ضربة ركنية رابعة، رائع أندرو بهالكرة، رائع اندرو ما وقف، تابع. نشوف الانطلاق الرائع مجددا، مهدي الزين بالعرا، تمريرة رائعة من اندرو هون باتجاه خليل، طويلة من يوسف باتجاه اندرو صوايا، اندرو رائع الكنترول من اندرو اللي عم يتقدم معه اللاعب حسن الحاج، اندرو على مشارف منطقه الجزاء، بيدخل منطقه الجزاء، اندرو بيلعبها بالعرض مقطوع من براب خرتين، اندرو بيسدد وشاكر في وبعد التشكيلات يلي انهوا الشوط الاول، بلش فيها موسى حجاج وبلش فيها محمد الدقه الشوط الثاني، والنتيجه 1-0. فريق النجم تراجع ادائه كثير بمنطقه عباس، الضغط يلي عم يكون عليه، شوفوا قطعت الكرة لكن النجم عم يقدر يحافظ عليها مرة جديدة مع اندرو صوايا، اندرو اندرو اندرو، حسين عواضة، الوان تو مطلوبة بالفعل، الوان تو حاضرة بين اندرو والعواضة، صوايا حافظ عليها، اندرو مرة جديدة، مركز التائل على الجهة اليمنى، كل لاعبي البرج عم يضبوا على هالميلة تيدافعوا. ملعب شهاد ايوب بغير اتجاه الكره لعند انس ابو صالح، تنقطع من اندرو، اندرو بيلعبها اماميه لعند علي سلمين، علي 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 رئيس القلعوي وايضا رئيس لجنه المنتخبات مازن قبيسي، كلهم موجودين عم يتابعوا المباراه مع اندرو صوايا حاليا، عم جاهز ليحمل الكاس هالموسم. علي السعدي كان بالمكان المناسب، ونادر مطر كان قريب كثير انه يسجل هدف. الامور يعني تغيرت كثير عن الشوط الاول، شربيل مع التبديلين عملهم موسى